السلام عليكم. غادي نخليكم مع واحد التصريح ديال عبد العزيز أفتاتي، قيادي من القياديين البارزين ديال حزب العدالة والتنمية، حول المخطط الأخضر وتضارب المصالح، وكيوجه سهام النقد بدرجة خاصة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. سمعوا هذا التصريح ومورها نعلقوا عليه. الذي منع هذاك المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات ما يمشيوش للمخطط الأخضر. وبالمناسبة كيفاش المخطط الأخضر واحد يجيب واحد كان كيهز ليه السوارت وتيهز ليه التليفونات يديرو وزير بلاصتو، راه باش يحصن باش يسورت سورت على دابا. كيفاش هذا فيه واحد زيد من 100 مليار ديال الدرهم، زيد من 50 مليار مال عام، وما تيقولوا كاين المساهمه ديال الخواص، ولكن راكم عارفين بالقدر اللي كتملك بالقدر اللي ما كتساهم حتى بحاجه. انتم ما عرفتوش عندكم التفاصيل ديال داك ديال المرعبه ديال هذاك الشيء ديال المخطط الاخضر. خلي دابا التداعيات ديالو ديال الماء وديال لا، شنو اللي يخلي دابا داك مجلس المنافسه اللي كيمشي كيبري على مليون درهم في هذه الجماعه، مليون في هذا؟ علاش انا بغيت نفهم علاش ما يمشيوش لهذا. هاد الوزاره دارت واحد الدراسه ديالها، هي كاينه ديالها بصحه 44. عندكم هنا الالوان تيبين دابا داك المكونات ديال الفلاحه كيفاش تطورت ما بين 2003 2005 و 2015 2018. انا نقرا عليكم الحبوب تراجعت الحضور في الناتج الداخلي ديال البيب ديال الفلاحه اللي كيشكل واحد 17 18% من مجموع الناتج الداخلي. دابا هذيك 100% ديال الفلاحه، الحبوب تراجعت من 26 ل 17، تراجعت الحبوب. اللحوم الخضراء بقات في 21، الخضروات اللحوم الحمراء الخضروات تراجعت من 18 ل 15، الخضره اللي تياكل الفقير تراجعت. الاشجار المثمرات طلعت من 13 ل 22، وهذه هي اللي كتستهلك الماء، وهذه هي ديال التصدير، وهذا هو اللي ما قدرش يقرب لهم. بالمناسبه دابا داك الشيء ديال الطماطم، انا كنت متبع السوق ديال الطماطم عند الاخوان ديال هواره والاخوان ديال انزكان، لان فيها سوق كبير، هواره سوق كبير، والسوق ديال بركان وديال وجده. بعض المرات كنت كنلقى الطماطم في وجده قل من هواره، دابا فهمت شي حاجه وجايه من تم، فهمت شي. ولكن دابا علاش ما قدرش يقرب لهادو باش تفهموا مزيان؟ راه ما يقدرش دابا هو يعالج الموضوع ديال المحروقات لانه عنده علاقه به، ما يقدرش يعالج حتى الكارتيلات الاخرى لسبب بسيط. عندهم معطيات بما فيها المعطيات باش كانوا كياخذوا الديازيل. راه كياخذوا الديازيل بثمن ما يجيكمش للبال، بمعنى كياخذوا الديازيل ما عرفت كيفاش كيديروا يدوزوا في الديوانه، عرفت كيفاش كيدير، يصعب انه يفوت ويؤدي الرسوم ديال الجمارك ويؤدي التافيا ديال لامبور ويتباع بشكل يصعب، بمعنى كاينه شي حاجه ما. لذلك ما قدرش يقرب حتى لشي جهه، لانه الا قرب لهم غيخرجوا المعطيات ديالو. ها الخضروات من 13 22، ثم الحليب 6 منتجات اخرى، هذا راه ديالو، ها هو الثقه ديالو. كاين واحد المجلس اقتصادي كيدينو، مجلس اقتصادي راه كيتكلم على 70% ديال 5 الشركات. ما انتم تعرفوا هذا الرئيس، داك الشيء علاش حتى هما ما كانش عندهم الجرأة يتكلموا نيشان، كيتكلموا على واحد 3 الشركات عندهم 53.4%، هادشي ديال المحروقات. هذا دار المجلس الاقتصادي الاجتماعي، تيتكلم على الاحتكار القبلي والبعدي لسلسلة، راه ماشي غير بنك المغرب ومجلس المنافسة منين ترجل القراوي، ها كثار من هذا كيتكلم على الطاقات المتجددة، تيقول بأنهم بددوا واحد 16 مليار غادي المغرب يأديها واحد 20 سنة، تقريبا عنده واحد الخسارة ديال واحد 800 مليون. أنتم عارفين بأن الطاقات المتجددة فيها بضع عائلات بما فيهم هذا النور. أنا داك الشيء اللي وقع للإخوان ديال ميدلت، انا ما فهمتش كيفاش ميدلت راه ماشي المقاديم تيصوروا، لا بالفيديو
بالفيديو، انا مشيت اللقاء بالفيديو، فيديو تيصور ماشي هذيك التصويره طرف طرف، لا الفيديو انا بقيت تنقول شنو واقع بهذه ميدال. ميدال راكم عارفين فيها حتى هي نور واحد نور كذا وكذا، مشات واحد الصفقه بشي 7.5 مليار درهم. هذا صاحبنا حاضر في هذا، واللي ما عارفينش الناس انه دابا راه حاضر حتى في التحليه ديال المياه، لذلك دابا راه كيكتشفوا الناس اشياء تيمشي لهم. هو راه حاضر في اخطبوط، حاضر في واحد العدد كبير ديال الامور. لذلك حنا شوف حنا خصنا ندور مع الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. خصنا نقولوا هذاك الشيء اللي خصو يتقال في الوقت ديالو، ماشي من بعد، خصنا نقولوه في الوقت ديالو. واش ما بغات وبالطبع هذا الشيء ديالهم هذاك البلاغ البائس اللي المراد ديالو هو الارهاب ديال الناس وكذا، ما وصلت النتيجه. شكرا. هذا الشيء اللي قالوا عزيز افتاتي صحيح ودقيق ومعطيات يعني يقينيه، ما كاينش اللي غيناقش معك هذه المساله هذه. والا دخلنا لكسميتو الموقع ديال الوزاره، غتكتبوا غير في جوجل مخطط المغرب الاخضر، غادي تدخل لواحد الموقع غادي تلقاو بلي ان ذاك الموقع الالكتروني كيهضر على الانجازات ديال هذا المخطط، بلي انه استطاع انه يخلق لنا مجموعه من الاستثمارات، يجود لنا مجموعه من الانتاجات الفلاحيه، كيعطيك صور ديال الخضوريه، صور ديال الماء، صور ديال مجموعه من الانشطه الفلاحيه. ولكن في الواقع واش فعلا هذا الشيء اللي مكتوب في هذا الموقع هذا هو اللي كاين في الواقع؟ النسبه ديال السدود مشحال دابا؟ الوضع الفلاحي في المغرب كي داير؟ الازمه ديال العطش يعني الماء اللي صالح للشرب، الماء اللي موجه للشرب، ما كنهضرش على الماء اللي موجه للفلاح، هذاك خلاص هذاك محسوم في الامر بلي انه ما كاينش. دوك الزراعات اللي كتستهلك الماء علاش ما كيهضروش على هادشي؟ يعني ملي كتدخل تما وكتشوف الواقع ديال 2022 كيفاش ولات الفلاحه في المغرب، كيفاش ولا عندنا ازمه ديال الماء، كيفاش بزاف ديال الحوايج، ولدرجه انه كاين ناس اللي في مركز القرار يعترفون بفشل المخطط ديال المغرب الاخضر. ولكن كنلقاو بلي ان الوزاره، يعني الملاحظه الاولى اللي غنقولها هنايا هي انه دائما الدوله تصور لنا الواقع على غير حقيقته. يعني الدوله ما يمكنش تجي تقول لك لا راه المخطط فاشل. شكون اللي كان على راس المخطط؟ عزيز اخنوش. المخطط على ما اعتقد بدا في 2008. من 2008 حتى لدابا شوفوا النتائج، راه حتى في ديك الاخر كيعطيك تقييم حتى 2018، 10 سنين ديال التقييم. ولكن السي افتاتي نسى واحد المساله، هو كيقيم هذا المخطط هذا وكيقيم وكيقول بلي ان التضارب ديال المصالح ما مزيانش، ولكن في المقابل راه الحزب ديالو هما كانوا في الحكومه لمده 10 سنوات من 2011 حتى 2021 حتى 8 شتنبي. الحزب ديالو سواء الوقيته اللي كان عبد الاله بن كيلان وسواء الوقيته اللي كان سعد الدين عثمان. اول سؤال للسي افتاتي هو علاش مادام نتوما عارفين كام هذا الشيء على عزيز اخنوش، علاش درتوه وزير ديال الفلاح؟ في هاد العشر سنين كامله كان وزير ديال الفلاح، علاش تحمل مسؤوليات كبار؟ علاش؟ الا كان هاد السيد هذا فيه المشكل ديال تضارب المصالح، الى افلس المخطط ديال المغرب الاخضر، فعلاش نتوما ما وقفتوش ضده؟ ما كانش عنده بزاف ديال المقاعد البرلمانيه، كان من الممكن تحالف مع احزاب اخرى وتكون الاغلبيه، ولكن تحالفت مع التجمع الوطني الاحرار لمده 10 سنوات، اصلا هو ما كيخرجش من الحكومه. اذا هذا النقد اللي كديروه في هذه المرحله هذه دليل على انه موجه من اجل الوصول الى السلطه لا اقل ولا اكثر. يعني الحزب ديال العداله والتنميه حاليا هذا التذمر، هذا الصداعات مع وزير الداخليه وما الى غير ذلك من الامور، الهدف منها ماشي الخدمه ديال المصالح ديال الشعب المغربي، لا خدمه مصالحهم الخاصه هما.
لانهم نهار اللي كانوا في الحكومه نزلوا علينا جميع المخططات، ومين كنقولوا ليس في القنافذ املسون، على هذه الهضره هذه ماشي كنقولوها لانها جمله انشائيه مزيانه ولا لا، لانها هي حقيقه الاحزاب السياسيه في المغرب. جميع الاحزاب السياسيه في المعارضه عندها خطاب، ومنين كتكون في الحكومه عندها خطاب اخر. في المعارضه كتبقى تسمع تقول اوه شوف هذا كيهضر لك بشي طريقه بحال هاد الناس هاد. يفضحون بهذه الطريقه، ولكن نهار اللي كيشدوا الحكومه ما كيديروا حتى شي حاجه، ولو كان غير ما كيديروش حتى شي حاجه، المشكل كينزلوا على الشعب. هما اللي حروا المحروقات، هما اللي داروا نظام التعاقد في التعليم، هما اللي تشاو في كسميتو في التوظيف المباشر، ما بقاش التوظيف المباشر من المحضر ديال 20 يوليو زعما ما اعتقد في 2011 الى يومنا هذا. بزاف ديال الحوايج اللي عمرو داروها شي حكومه دارتها الحكومه ديال العدل والتنميه. وبالتالي فهاد الهضره هادي نستافدوا منها حنايا من حيث المعطيات، ولكن باش نقولوا بلي ان هذوك الناس راه باغيين المصلحه ديالنا لا اعتقد ذلك. كنتوما قولوا لي في التعاليق واش بالكم هاد الهضره صحيحه ولا ماشي صحيحه.